احمد ابو شعر من مدينه حلب. نحن موجودين بسوق النحاسين باب النصر. صلي بالمهنه هي من عام 1970. نحن بنشتغل مؤسسات كبيره ما بيشتغلوها بباقي المحافظات. معروف من قديم الزمان انه الحلبيه مشهورين بالصناعه وخاصه الحرفه اليدويه ان كان بالنحاس او بغير النحاس. هي بتميز عن باقي المحافظات. محمد نمرة، وهي المهنة صار لي أنا فيها تقريبا شي 30 سنة، أخذتها عن والدي هي المصلحة. هون سوق النحاسين نحن تحتاني، سوق النحاسين تحتاني فيه تجارة وفيه صناعة، وسوق النحاسين فوقاني فيه أكثر شي صناعة دق وزغرفة فيها. هلا في نحاس أحمر في نحاس أصفر، وهو كذا النحاس الأحمر نحن بنقول له شرقي، ونحاس الأصفر هو ديكوره لون أصفر وهو غربي موديله. في هذا بصير للديكورات والثاني للأدوات المنزلية النحاس الأحمر إجبار بده يصير شغله. اسمه مهباج قهوة، بيحطوا بحب البن فيه وبدقوا فيه وبطحنوا فيه، بعدين في له طريقة تانية مطحنة مشان يطحنوا فيه، هذا بدقوا فيه بيكسروا فيه الحب البن. هدول طقم دلات، هدول بنحطوا بالمنقل، بنحطوا بالمضافات بالغرف، هدول بتزين فيهم. هيدا فانوس رمضان بنحط على الطاولات، هيدي حلقة جرة فول نحن بنقول لها هون بحلب أو حلة فول. وهدول الكوادر مشان الصور، مشان تقديم الهدايا والحفلات. هدول مزهريات صغيرة بنسميها مزهرية العنق، هاي بنحطه بال يعني بالتزيين كتزيين. وهيدا منقل مشان الأراجيل، بحطوا فيه فحم أراجيل هيدا. وفي عندك هديك على العالي الحمراء، هديك اسمها حصن الحصين، بتتعلق ومكتوب عليها آيات قرآنية مزغرفة كلها يدوي محطوطة. وهيدا تريات، هدول دمشقيات، هدول تريات، هدول نقولن خرز سيلاني. وهيدا مناسف عشان العزايم، عزايم بسبب فيهم الفرايك واللحم. في نضال سمائية صار لي 30 سنة تقريبا بالتسعين هيك شيء، يعني بالتسعين 92 جيت على سوق النحاسين. حسب الصينية حسب القطعة نختار النقشة. مرات بيعتمدوا أكتر شيء على المناسف، منائل، دلات القهوة، مصبات القهوة، صوين الضيافة أو ننقل المضايف، طبعا علب الأفراح طبعا تجي مرات من النحاس كمان، أو طاسات البوزة، طاسات البوزة تجي نحاس مرات كمان عم تندق بنحاس الأيام. صويني مشكلة، صويني عشاء، حتى ما صويني للزينة، إيش ممكن يكون حاس بيختلف فيه شغلات كتيرة. طنيجة لحد الآن في خلق تأخذ طنيجة للطبق.